شهداء الكويت، شهداء التفجير الآثم الإرهابي في مسجد الإمام الصادق في منطقة الصوابر، معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ومعالي وزير الإعلام وزير الشباب الشيخ سلمان الحمود، وأيضا معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله الصباح، يقومون بالسلام على أهالي الشهداء في ثالث أيام العزاء مع نهاية مراسم العزاء. يمكن قبل شوي الزميل حمد النبهان تكلم عن احتمال تمديد أيام العزاء، لكن ما في شيء رسمي الآن. اليوم هو اليوم الثالث لمراسم العزاء. كل العزاء لهؤلاء الأسر، وبإذن الله هؤلاء الشهداء الذين قدموا دماءهم على أرض الكويت الطاهرة في هذا اليوم، يوم الجمعة 9 من رمضان، في شهر رمضان المبارك. مثل ما نشوف الجميع يقدم العزاء في مسجد الدولة الكبير، هذه الأجواء اللي عاشتها الكويت، أجواء الحزن لثلاثة أيام متتالية عاشها جميع المواطنين، عاشتها الكويت كلها، سواء كحكومة وكشعب بكل أطيافه. قدموا العزاء لأهالي الشهداء، واسوهم في هذا المصاب الكبير في هذا الشهر الفضيل. حزن كبير عم الكويت وحتى خارج الكويت على هذا العمل الإجرامي اللي قام فيه، ما نقدر نقول إحنا إنسان لأنهم بعيدين جدا عن الإنسانية، من يستهدف المسلمين في دور العبادة وفي صلاتهم وسجودهم، وفي هذا الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك، شهر العبادة وشهر الصيام وشهر الصلاة وشهر القرآن. أكيد هذا بعيد جدا عن الإنسانية وعن الأخلاق وعن الدين. ما أعتقد أن في إنسان عاقل يعقل أو عنده ذرة من الإحساس والدين والأخلاق ممكن أن يقوم بعمل مثل هذا العمل، سواء هو أو من قام بمساعدته بهذا العمل الإجرامي. هذا الحوار نشوفه مع أسر الشهداء من قبل معالي رئيس مجلس الأمة السيد مرزوق الغانم، وأيضا معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان الحمود، وحضور أيضا مجموعة كبيرة من الشخصيات، سواء وزراء أو نواب في مجلس الأمة أو من الشخصيات العامة وحتى من أهالي الكويت. الصور المؤلمة يمكن اللي صعب أن تنمحي من الذاكرة، من ذاكرة أي كويتي في هذا اليوم، هذا التفجير، هذه الصور لهذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، لهؤلاء الآمنين المصلين الصائمين اللي تعرضوا لهذا العمل الإرهابي الجبان. بيت من بيوت الله يدنس بهذه الطريقة، يقتل فيه الأنفس المطمئنة ويقتل فيه الصائمين الساجدين لله سبحانه وتعالى. هذه الصور ستحفر في ذاكرة الكويتيين، ليس يمكن ما نقول أنها بس لأنها
صور مؤلمة، ولكن لأنها جسدت روح كويتية أصيلة وجميلة عاشها الكويتيين. ومثل ما قلنا يمكن حتى مع الكثير من الضيوف اللي كانوا معانا من خلال استوديو أو حتى من خلال الاتصالات اللي تلقيناها وحتى من أسر الشهداء والجرحى، هذا الشيء ما راح يمر مثل ما يقولون مرور الكرام، يعني شيء عادي ناخذه بالعاطفة بأيام وننسى، لا بالعكس، بإذن الله أن هذا اليوم وهذا الموقف سيتم حفرة في عقول وقلوب جميع الكويتيين بهذه الوحدة الجميلة وهذه الروح اللي شفناها تعايش فيها أهل الكويت في هذه الأيام، إيد واحدة وقلب واحد ودمعة واحدة على شهداء الكويت اللي قدموا أرواحهم لأجل هذا الوطن. أسأل الله يرحمهم ويغفر لهم جميعا مع الشهداء ومع الأنبياء والصديقين، هؤلاء الآمنين كبار السن والشباب وحتى الأطفال لم يسلموا من هذه اليد المجرمة اللي نسأل الله لها الحساب، وهو الآن ذهب عند رب العالمين وسيلقى حسابه. ونسأل الله أن كل من سهل ويسر وتعاون في هذا العمل الإجرامي أن يأخذ قصاصه وحسابه.